بحب نحقق، بحب نحقق السواقين اللي تعبوا، سواقين تاكس مصر للقاهره الكبرى، الناس الشرفاء، الناس امثالكم، الناس المحترمه، الناس اللي صبروا، الناس اللي انا بقولها في كل الميديا. انا اتحدى ايام الثوره في قضيه تحرش من سواق تاكسي، بالعكس ربنا جعلنا سبب كلنا سواقين مصر حمد الثورة وحمد أولادنا وبناتنا وحريمنا، وبقينا نقف عند المنشآت عشان محدش يتعبها. أنا عاوز بس أقول كلمتين للناس كلها، أقسمت بالله أقسمت بالله أقسمت بالله ما في رجل أعمال في قلب الشتة. أنا أعرفكم بس حاجة كده بسيطة عن الأستاذ محمد كساب، شاب الله أكبر عليه، كان سواق تاكسي زي حالاتنا وربنا كرمه. هو طبعا في مد مجهول لازم كلكم تعرفوه ونديله تحية السواقين التاكسي، هو الحاج عاطف كساب أبو الأستاذ محمد كساب، الراجل اللي ضحى أقسمت بالله عشان خاطر المشروع ده يطلع للنور. وحيي كل فريق عمل بروفيشنال سيستم، الناس اللي هي مجهوله زي الاستاذ محمود ايوب، الاستاذ عمرو حلمي، الاستاذ عمرو الكساب، الاستاذ عاطف.